السلام عليكم خاوتي احبابي، كي راكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد. موضوع اليوم هو يخص موضوع ماذا تفعل عندما تصل لأوروبا ولا تجد أي أحد. كاين بزاف ناس هنا كي يلحقوا لأوروبا يقول لك أنا ما خطيني، ما نروح لحتى جمعية تعاوني، ما نلجأ لحتى واحد. وأغلبية الناس هذو يكون عنده دراهم، مبلغ مالي معين، يعني من 1000 أورو حتى 2000 أورو أو 3000 أورو وإلى آخره. المهم يكون عنده فوق 1000 أورو، باسكو الناس هادو ملي يخرجوا من البلاد تاعهم وهما معولين على رواحهم. هي حاجة مليحة أن الإنسان يتكل على نفسه، طبعا بغض النظر عن الناس هذوك اللي مساكن ما عندهمش دراهم، الناس اللي لقاو مشاكل في البلدان تاعهم أو ما وفقهمش ربي. يعني ثاني الناس هذوك يعني لهم كل التقدير وكل الاحترام. أنا ماشي زعما راح نحكي على الناس هذو اللي يحبوا يتكلوا على أنفسهم، زعما راهم افضل من الناس اللي كي يلحقوا هنا يروحوا يطلبوا المساعدات ويطلبوا اللجوء. لا، الانسان كل واحد والظروف تاعو وكل واحد والمشاكل اللي راهي عنده. المهم انا نحب نوضح لكم ان اول خطوة هي الانسان ماشي لازم يروح للمدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة، لازم يروح للمدن الصغرى او المدن او الارياف، يعني او الارياف او القرى كما نقول احنا. بس كل البلايس هذو اول حاجه راح يلقى الكرا باه يكري باه يسكن، يلقاه رخيص. وديروا في بالكم راهي ما راهيش راح يكري سكنه صديبو، راح يكري شمبره او راح يكري كما نقولوا حنا كما يسموها هما عندهم هنا كاما. الكاما هذه صادي بون، تلقى فيها 3 من الناس معاك، 2 من الناس، 4 من الناس، 5 من الناس، 6 من الناس الى اخره. المهم هذه اول خطوه، والثمن تاعها الصومه من 100 اورو من 80 اورو حتى ل 150 اورو صادي بون، وفي بعض الاحيان تلحق حتى 200 اورو على حسب الاماكن الموجود فيها العمل بكثره. باسكو راكم تعرفوا كاين بزاف ناس هنا يستغلوا الظروف، كي تكون بلاصه فيها الخدمه يكون هو البري تاع الكرا يكون غالي شويه، باسكو البلاصه هذيك فيها امتيازات عن الاماكن الاخرى لان العمل متوفر فيها. الخطوه الثانيه، الاماكن هذو الارياف هذو اللي فيهم الكرا راح تصيب فيهم خدمه، تلقى فيهم خدمه، باسكو البلايص هذو فيهم الفلاحه بنسبه كبيره وكبيره جدا جدا. انا ما نقولكش راح من نهار اللي تجي راح تلقى، ولكن صادي بون ممكن 5 ايام، 10 ايام، 20 يوم، كاين شهر صادي بون. ولكن الانسان كي يعول على ربي وكي يحوس وباذن الله باذن الله راح يصيب خدمه في اقرب وقت. وباه نتفاهموا الثمن يكون فوق المتوسط، ما نقولوش متوسط او قليل، ولكن الثمن هو فوق المتوسط بالنسبه للمعيشه. لان ما ننساوش ثاني الحاجه المهمه في المدن هذو او في الاماكن هذو في المناطق الريفيه هذو، ان كلش رخيص. مثلا اللتر تاع الحليب تلقاه في المدن هذه تلقاه يدير 70 سنتيم، 70 سنت او 80 سنت او حتى اورو، ولكن في المدن الكبرى تلقاه يدير اورو ونص او 2 اورو صديبو. هذه الحاجة المهمة اللي حاب ثاني نضيفها لكم اللي هي المعيشة. المعيشة راهي رخيصة في المدن والقرى هذو، رخيصة ورخيصة جدا، وما تقدرش تتوقع يعني المدى تاع الرخص تاعها. وأيضا ما ننساوش أن البلاصة اللي راح تكري فيها أن أيضا تقدر تطيب فيها، تقدر تطيب وحدك، تقدر تشري صوالح وأنت تقوم بروحك. يعني باسكو كاين بزاف ناس ما يحبوش ياكلوا برا، يقول لك أنا نحب ناكل الماكلة نقية. واغلبيه الناس اللي يجوا هنا للغربه كاع راهم يكونوا يعرفوا يطيبوا، يعرفوا يسلكوا راسهم على الاقل. الحاجه واحده اخرى ثاني نحب نتكلم عليها واللي هي اهم من كل حاجه، بعد الانسان ما يتجاوز المرحله تاع انه يضمن بيت للكراء ويضمن الاكل، الان راح نتوجه للعمل.
العمل هو انا كما قلت لكم يا اخواني هو موجود العمل، وخصك تتعرف ثاني بالناس، تصاحب الناس، تحكي للناس. الانسان ثانية بس كل المدن هذو راه فيهم الاليز العرب اللي زارب بنسبة كبيرة وكبيرة جدا جدا، فيهم العرب بنسبة كبيرة. تقدر تروح دائما للجامع تسقسي الناس ثم قالهم انا خصني خدمة، خصني نخدم. بمرور الوقت باسكو كيما نعرفوا احنا المسلمين رانا قاع رانا خاوة وقاع رانا نحبوا نعاونوا بعضنا. لما يكون انسان صديق وممكن هذاك الانسان الاول اللي تقصده راه هذاك الخفي كما يقولوا هما هنا، الخفي هذاك اللي يخدم عنده يكون خاصو خدام، يقول لك غدوه عول على ربي تجي تطلع تخدم معانا تولي تخدم وصديق. ممكن تخدم شهرين، ممكن 3 شهور، ممكن 4 شهور، باسكو كاين بزاف بلايص وانا حكيت سبق وان هضرت عليها في فيديو واحد اخر قبل هذا اللي يحب يشوفه راني خليته في الشان ديالي. ان الاماكن هذو الخدمه فيهم ما راهيش دائمه صديبو، ممكن شهرين ممكن 3 شهور، يعني تيمبورادا ماشي زعما راح تخدم العام كامل، ممكن 3 شهور ممكن شهرين صديبو. وكما حكيت ثاني كاين بلاصه واحده اخرى ولكن الكراء فيها ما راهوش متوفر بنسبه كبيره. خصك تحوس، خصك تعرف ناس ثم، خصك ما تروحش ديرك تصدم باسكو كيما نعرفوا الغربه هذه اخواني ما نكذبوش على رواحنا راهي اوكار راهي شومبرا. الانسان كي ما يلقاش فين ينقي حوايجو وفين يحط راسو سما هذاك هو اكبر بروبليم. غبينه كبيره كيما نعرفوا. ولكن البلاصه هذه الميريه راه متوفر فيها الخدمه، راهي متوفره فيها العام كامل، يعني الانسان كي يروح ثم العام كامل باذن الله باذن الله يخدم ان شاء الله. ودوكا واش راح نقول لكم يا خاوتي، انا نتمنى ونطلب من ربي سبحانه يوفق كاع خاوتي اللي راهم قاصدين الغربه ان شاء الله. واي انسان اي انسان عنده اي استفسار او اي سؤال او اي موضوع معين يحبني نهضر عليه يحطه في كومنتار وانا باذن الله راح نجاوبه. وما تنساوش ثانية بارطاجي وبارطاجي وبارطاجي وابوني ابوني ابوني باه يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس وان شاء الله تستفادوا منه. ودركا نقولكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.